بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم. النهارده هكلمكم ان شاء الله باذن الله ذكرى من ذكرياتي مع المنتخب العسكري، كواليسه وذكرياته. ده من المواقف اللي يعني قابلتني غريبه شويه. دي كانت اول بطوله حصلنا عليها مع النادي الاهلي الاول قبل ما انا اروح المنتخب العسكري، اللي هي مباراه الاهلي والاسماعيلي في الدوري اللي اقيمت في استاد اسكندريه، وفزنا على الاسماعيلي 4-3. بعد المباراه انا عامل حسابي ان انا اسافر، كنت لسه ما اتجوزتش، عامل حسابي ان انا اسافر المنصوره اقعد مع اسرتي واقعد اسبوع 10 ايام وارجع تاني اكمل باقي تدريباتي مع النادي الاهلي. لقيت في الوقت ده لقيت جاي لي من الكابتن رحمه الله عليه الكابتن عماد اليماني، قال لي انت جاي لك استدعى منتخب عسكري. طبعا لو انا ما روحتش دي مشكله كبيره ليا انا شخصيا. انا والدي كان موجود معايا في اليوم ده وبعتوا لي ان انا اسافر في نفس اليوم مع بعثه المنتخب اللي مسافره المغرب كاس عالم عسكري في المغرب. فروحت دار الهيئه الهندسيه، انا مش ناسي، قعدت مع كابتن ملحت فقوس رحمه الله عليه وكابتن سعد عبد الحليم هو اللي كان مسؤول عن المنتخب العسكري وكان موجود في الوقت ده رئيس جهاز الرياضه اللي هو سعيد بهلول. طب ايه الحكايه؟ حكايه اللي انا مش عايز اسافر، انا عايز اريح. فطلبت منهم ان انا مش عايز اسافر. والدي قاعد جنبي رحمه الله عليه، ربنا يرحمه يا رب يغفر ليه وفي الايام الكريمه دي ان هو والدتي والمسلمين جميعا. الكابتن ملحت قاعد يقنع والدي وانا قاعد جنبي، احنا مسافرين على فكره طياره بعد ساعتين او ساعه خلاص هنطير، انا هنطلع، انا لابس لبس خروج مش مستلم لبس اليونيفورم بتاع البعثه. كابتن ملحت فقوسه بيقنع والدي يقنعني واحنا قاعدين اللي انا سافر. فوالدي قاعد يلح عليا الحاح شديد جدا اللي انا سافر، انا نفسي اقعد مع اخواتي والدي. قال لي معلش عشان خاطرنا وخاطر مصر، ووالدي برضو الانتماء ده عنده يعني بصراحه ربنا يرحمه يا رب، الحاجات اللي فيها وطنيه بيبقى شديد معايا فيها يعني. انا ما اقدرش اتاخر على بلدي، بس الوقت ده انا نفسي عارف برضو عايز اخرج اسافر. المهم مصمم والحمد لله وسافرت. سافرنا وكانت من احلى فترات حياتي اللي انا لعبت فيها كوره. اولا انا كنت مش سليم 100%، بس الكابتن مدحت فقوسه عايزني موجود معاه على دكه الاحتياطي. وخفه الدم بقى والماتشات بتتلعب قدامنا ومنتخب مصر بيتلعب، حتى من المواقف الظريفه هو انا قاعد جنبه والله ما انساه. انا كنت بحب اقعد جنبه عشان اضحك، بيقول بص هتقعد قفشات بقى من هنا لبكره. الافات بتاعته ما تقدرش تقف عنها. فحتى من ضمن الحاجات احمد الكاس في اول مباراه ما كانش موفق ومش فاهم معاه، قال لي ياسر انت مقتنع او انت متاكد ان الواد احمد الكاس ده، يعني طبعا الكابتن احمد الكاس زميلي، بس انا بقول لك طريقه الكلام اللي هو بيقول لعيب قوي جامد قوي، امال انا مش شايفه في الملعب. قلت له يا كابتن ملعب انت من اجمد لعيبه في مصر يا كابتن ملعب، هو انت مش بتابع دوري؟ قال لي انا اتفرج عليكم، انت انا ما اتفرجش على الدوري الانجليزي، اتفرج عليكم انتوا. وقعد يضحك ويا رجل الماتش شغال وخدنا البطوله وكسبنا في النهائي المنتخب المغرب 3-1. ويوم انا نزلت واحرزت هدف والكابتن احمد الكاس احرز هدف ومصطفى صالح احرز هدف، خلص النتيجه 3-1. كان معانا مجموعه من اللعيبه، يعني برضو انت بتتكلم على منتخب مصر مش منتخب مصر عسكري كده لا. بس طيب انت عايز توصل ليه يا ياسر؟ الإقامة نفسها اللي كنا قاعدينها مش إقامة مرفهة هناك، الإقامة إقامة عساكر مش لعيب الكورة، عشان الناس برضو تبقى فاهمة إيه منتخب عسكري. يعني حتى لما بروح أي بطولة عسكرية بتبقى الأمور فيها انضباط أكتر ما هي بتبقى زي الفرق التانية. وكان بتبقى موجود في الوقت ده كان بيجي لنا السفير، كان الكابتن حمادة إمام معانا برضو في البعثة، أنا مش ناسي. كان معانا مجموعة كمان الله يرحمه اللي هو رستم، انا مش ناسي الناس، كان لها ذكريات كده حواليا. وخدنا بطوله كاس العالم
سؤالي ليه لكم هنا بقى في الحلقه، انتوا عارف كل يوم كده بنسلي صيامنا، يعني مين كان حارس المرمى في البطوله عالم كاس عالم العسكري في المغرب؟ ارجع تاني، اول ما نزلنا هنا طلع لنا في دعوه جايه من الرئيس محمد حسني مبارك في ذلك الوقت اللي هو يستقبل بعثه المنتخب العسكري، ورحنا واستقبلنا وادانا الوسام من الدرجه الاولى والشهاده التقدير اللي بتطلع من رئاسه الجمهوريه، ودي كانت من كواليس المنتخب العسكري زي ما اتكلمنا على منتخب مصر، وهنتكلم على المنتخب الاولمبي، وهنتكلم على النادي الاهلي برضو كان لازم نتكلم على المنتخب العسكري. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.